أهلا بكم مشاهدينا من جديد، والآن يتجدد اللقاء مرة أخرى مع سولا وأحدث ما ورد على السوشيال ميديا. صباح الخير عن جديد لكم ولكل يلي عم بتابعونا. صباح الخير عن جديد يا سولا. قبل بس ما تبلش أنا هذه الفقرة بدي وجه تحية لكل الأشخاص يلي عم يتفاعلوا معنا، ومن لبنان في الصديقة أميرنا بعينه وجوزها حنا الحيصة وابنه نجو، وهلأ في كمان ناس عم يحضرونا لايف على الهواء، بنوجه لهم تحية. بشير سلامي وديانا شمالي. أكيد بنوجه تحية للجميع. أنا بعرف أنكم بتحبوا كتير الحيوانات، وبالأخص كارلوس بتحب الكلاب. في أنواع تانية من الحيوانات بتحبوها؟ الكلاب، البسينات، ذكرهم. ما بعرف. سنجاب. العصافير. لا السنجاب. لا. خبرك هيتو عن السنجاب. لا، عن عدة حيوانات. خلينا نشوف. والبداية في فيديو تداول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه طفلة جميلة وقد وضعت بين ذراعيها آلة عزف موسيقية وبدأت تعزف للأبقار في المزرعة. هيا بنا نتابع رد فعل الأبقار الموجودة في المزرعة. They love that music. Play it again for them, so I'll give them another tune. يعني ولا أهضم من هالطفلة، ركضوا وقفوا صف هيك. أول مرة بشوف بقرة عم تركض. لا أنا لو مكانها كمان بتقيني بمشي على طول وبجري. لا هي بضلني قاعدة. بالعكس هي ضلت قاعدة، وهذا الشيء كتير منيح، يعني خاصة إنه الأطفال بهيدا العمر عم نلاقيهم إنه أكثر على الآيباد أو على اللابتوب، فهيك أفضل إنه اتجاههم. مزبوط. كمان سولا يعني عن جد شفنا الأبقار عن جد يعني عم بيطلعوا مثل كأنهم إنه مين اللي عم بيعزف، مين اللي عم بيدق. حلو. صح. أثار مقطع فيديو لحصان صغير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فللوهلة الأولى يبدو وكأنه غير حقيقي أو خرج من أفلام الكرتون المتحركة التي اعتدنا مشاهدتها، فلنتابع. يعني هيدا الحصان كأنه عامل عملية تجميل ومحطوط بالمزرعة. من خاره رتروسيه هيك. لا حلو ظبط وضعه. طيب حصان حلو يمكن يكون عنده دفو، فظبط وضعه مع كثرة عمليات التجميل هلا. لا وسر من أسرار جمال الخيول كمان إنه يكون عندهم الجبهة عالية، هذا يعتبر يعني جميل جدا. صح، وخاصة إنه لونه هو من الألوان المفضلة عندي بالحصان. بتحبوا تركبوا الخيل أو لا؟ أكيد. مربيش مرة خيل عندك؟ لا مربيش نجيب هلا في قلنا خبرنا. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكلب يرقص في الشارع بإحدى المناطق الشعبية بمصر بواسطة صاحبه الذي قام بالقرع على الطبلة، والذي يشبه إلى حد كبير صاحب مهنة الكرادات، فلنتابع. الكلب ده يرقص، حب ربنا يرفع عينه فوق. اتفرج على نفسي الكلب الأول يا شيخ. الأخيرة مش هوب، واللي يحب ربنا يسخفه بزمن. روح لك جميعاً.
عيل ناكل عيل حس العدم نزع المعدل يرفع عيله فوق ثلاثه المعدل يرجع البيت. يعني كارلوس الكلب. انا بعرف انه فتحت لك جروحات قديمه. كان عنده كلبة كارلوس نفسها للكلب اللي شفناها اسمها بيلا. مزبوط. خلص شيل الحزن عن وجهك. شوفي راس الكلب كمان وتفاعله مع الموسيقى هذا بيدل انه الموسيقى فعلا هي روح الحياه. صح. يعني وجودها في كان في الانسان او في الحيوان تعتبر الموسيقى هي روح الحياه. مثل ما شفنا كمان يعني بالاول فيديو شفناه وهلا يعني دائما الموسيقى عم بتكون الحيوان عم يستمتع فيها مثل ما احنا بنستمتع فيها. صح. واغلب الاشخاص يعني واقفين عم يتفرجوا على الكلب. يعني انا محلهم شو كنت عملت لو انا موجوده هناك؟ كنت تفاعلت مع الكلب اكثر. في ولاية تكساس الأمريكية انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر سنجاباً يتزلج على الماء بشكل طريف ومثير للغاية وسط ضحك الأطفال والموجودين. فلنتابع. هيدا يلي بيشبه الكرتون ما تقليله مهضوم كثير عن جد مثل كانهم يعني مرنينه مدربينه عم يعمل الحركات وواقف عم بشوف هيك نفسه قدام العالم معلى راسه كمان. على فكره انا كان مزبوط عندي سنجاب انا وصغيره وربيته. شو كان اسمه؟ سنجوب. الى هنا تنتهي فقرتنا. نستقبل مشاركاتكم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهره اسفل الشاشه. نشكركم للمتابعه وهلا عوده عند روان وكارلوس. شكرا يا صاله. شكرا.